استقبلت مملكة البحرين العام الميلادي الجديد 2022 باحتفالية جماهيرية مبهرة شهدت عروضاً فنية وترفيهية يقام بعضها للمرة الأولى في المملكة. نعم، وذلك بتنظيم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، كما اشتملت احتفالية استقبال العام الجديد على عروض ألعاب نارية وشاشة عملاقة عرضت على الجمهور العد التنازلي لاستقبال العام الجديد وسط أضواء وأشكال ترسم معالم البهجة والفرح التي زينت سماء المملكة بالتزامن مع تساقط أمطار الخير التي عمت كافة أرجاء البحرين. هذا وأقيمت الاحتفالية في منطقة ذي بارك في خليج البحرين بحضور جماهيري كبير من المواطنين والمقيمين في احتفالية روعي فيها الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.